اوكي في هالفيديو بنشوف كيف نعمل سند لايميل HTML ايميل باستخدام الوام سيرفر. هسه في الدرس الاول احنا شفنا كيف نعمل انيبل للاس ام تي بي سيرفيس على الوام سيرفر. في هذا الدرس بنشوف كيف نبعت ايميل بس مش تكست ايميل، HTML ايميل. يعني مثلا دبعت ليوزر ايميل باكتيفيشن لينك، يكبس على اللينك يعمل اكتيفيت للاكونت تاعه. طب كيف بدي اعملها؟ لازم ابعت HTML ايميل، بدي ابعت صورة في الايميل، تقدرش تبعتها تكست، لازم ابعتها ايش؟ HTML. فعشان تعمل عندنا هون الفايلات اللي راح تلزمنا، في عندنا شيء بسموه ايميل سندر، في عندنا index.php، وفي عندنا كمان صورة، صورة يعني صورة زي ما نحكي loading image، يعني بتفتحها في برنامج اوكي، هي عبارة عن loading image، يعني زي مش طاهرة هون بس نعملها بلي. تنعرض عشان تفتح في البراوزر. ماذا شوف open with مثلا explorer. هذا يعني ما تفتح مش مشكلة. بس اوكي عندنا اول شيء فورم. ايش الفورم اللي عندنا؟ فورم عادي، فورم نوع بوست. ببعت عامل ملتي بارت فورم داتا، ممكن ابعت اتاتشمنت في الايميل، فعشان هيك عامل ملتي بارت فورم داتا اسمه كونتاكت ميل سندر، الاكشن تاعه ميل سندر. هو بروح باخذ الفيلد، يعني شايفين عندي هون في الصفحه في عندي تايتل، في عندي نيم، فيرست نيم، فون نمبر، كومباني، ايميل، ستريت، زيب كود، سيتي، يور سبجكت، والمسج هنا وبروح بوق كل هاي الداتا. وين ببعتها؟ ببعتها على الميل، ميل سندر. في الميل سندر بروح بستقبل هاي الداتا، بستقبل subject، first name، last name، message، phone، email، كل هاي subjects. بس انت اذا جيت على الفورم هون بعتت بحكي لك please fill all the required fields، مش راح يبعت على السيرفر. وانت راح يبعت على السيرفر لما تحط كل الداتا. هيك احنا عاملين simple validation. كيف عاملين simple validation؟ فاحص if is set لهاي، if is set لهاي، is set and not empty، is set and not empty لكل الفيلدز هذول. روح خد لي جميع الفيلدز، contact title name. إذا أنت مش عامل set لواحدة من هذول شو بروح بيساوي؟ else. شو بيطبع لك؟ script وبحكي لك all the field required، وبحول بيعمل لي window.open index.php بغير الويندو اللي انا فيها، الصفحه اللي انا فيها، غسل الصفحه الكرنت ويندو اللي انا فيها. اوكي هسه طب في حاله انه كل الفيلد اللي حطيتهم دخلتهم بشكل صحيح شو بعمل؟ بروح ببعت هاي الفانكشن سند ايميل. هاي السند ايميل، اوكي هاي السند ايميل. سند ايميل شو راح يعمل؟ راح ينادي فانكشن. وين فانكشن موجود؟ تنزل تحت شوي، هاي الفانكشن سند ايميل. بس سند ايميل زي ما شفت بستقبل تايتل، فيرست نيم، لاست نيم، فون، ايميل، زيب كود، كومباني، ستريت، سيتي، سبجكت، مسج. بروح ببعتهم لهذا الايميل. اوكي ببعتهم لهذا الايميل ايميل. require نفس الشيء، نفس اللي استخدمناه في البارت 1 made.php. from منين بدي ابعتها؟ from اي ايميل؟ بحط الايميل الخاص فيا. to لمين بدي ابعتها؟ للاسم والايميل تاعه. عندي function هون اسمه build body، هذا الفانكشن هو اللي راح ببني لك ال HTML للصفحه، ال HTML للايميل. build body اسمه، body equal build body، بعطيه تاتي first name last name phone. وين موجود البيلد بادي فانكشن؟ بتطلع فوق، بتطلع فوق شوي، في عندنا الفانكشن اسمه بيلد بادي، باخذ تايتل فيرست نيم، بيعمل اتش تي ام ال، صفحه اتش تي ام ال. هي هاي
بعمل بريك ماي نيم از تايتل فيرست نيم لاست نيم سبجكت المسج الكومباني الادرس الفون ايميل زيب كود سيتي ستريت كمان ايش بعمل كونكاتينيشن لمين كونكاتينيشن لاتشرف لانكل لرابط يعني لللينك اوكي فالبودي نتيجة البودي شو بروح بيسوي بروح بيعمل كل هاي سترينج بحطها في كونكاتينيشن وبرجع لي اياها في سترينج هاي هي البودي تاع المسج يعني نص الرسالة هسه هون بحط نفس اللي حطيناها في المثال السابق هوست بورت يوزر نيم باسورد هيدر لكن في اختلاف في الهيدر انا غيرت على الهيدرز بعطيه الاري فروم فيش فيها فرق تو سبجكت بس الكونتنت تايب اللي بعطيها للهيدر شو نوعها تكست اتش تي ام ال عشان يكون نص الرساله اتش تي ام ال الفورمات تاعت المسج يو تي اف 8 اوكي هسه نفس الشيء اس ام تي بي ميل فاكتور نفس استخدمناها قبل شوي الهوست بورت نمبر اوثنتيكيشن ترو يوزر نيم باسورد ميل سند بالتو والهيدرز والبودي البير نفس الشيء اف السكسس يعمل هيك إلس شو بعطيه هون بحكي له اوكي كونتاكت سنت بعطيه المسج سنت ثانك يو وبعطيه اللودينج هاي اللي شايفينها في عندي صوره الجيف هاي صوره الجيف بتعمل لودينج بس يخلص سكريبت في اللي كاتب فانكشن جافا سكريبت هون شو بس يخلص شو بيعمل بيعمل له ريدايركت لاي صفحه ردايت للصفحة اللي اسمها index.php اوكي هسا بدك تست على الفانكشن خلينا نروح نتسته عنا هون في الصفحة بدك تكتب الايميل والفون ادرس وكل شيء بس خلينا نروح ارجع الباسورد لازم تحط الباسورد انا حطيت هالباسورد غلط اروح احط الباسورد اوكي خلينا نعبي الفورم نكمل في الفورم نكتب اسم مثلا اسمي احمد لاست نيم حماد فون نمبر اي رقم بدك اياه اوكي خلينا نرجع الفورم اوكي خلينا نكمل في الفورم الاسم الفون نمبر الكومباني الايميل نكتب ايميل ستريت زيب كود طبعا هي مفيش فاليديشن على الفورم انت ممكن ليه ترون تعمل فاليديشن هلو هاي وريهم اوكي بدي اعمل سنت ممكن بيعمل سنت بس لما اعمل سنت وخلال هم يعمل سنت انا بروح على الصفحه الثانيه اللي هي صفحه اللي هي شايف كيف على الصفحه الثانيه بعطيني كونتاكت سند يور مسج هاز بين سنت ثانك يو وكان بعطيني زي لودينج عشان يعمل لي ريدايركت برجع على الصفحه الاولى عمل ريدايركت العمليه تمام هسه برجع هون بروح انبوكس بيطلع لي انه ايش كونتاكت هيها وصلنا الايميل اسمه هلو احكي لي هاي ماي نيم از مستر احمد حماد سبجكت هلو هاو ار يو اور كومباني از اتش ام دبليو ادرس الفون نمبر الايميل السيتي ستريت وكمان معطيني ايش اللينك اللي كتبته فيه لما عملت بالبودي الفانكشن فهيك برضو انت عملت سند ل اتش تي ام ال ايميل هسه انت ممكن انه ليتر اون انك تيجي تعمل هون بدل في الايميل بدل ما هو بهذا الشكل اجي احكي له اوكي الايميل بديش اياه بهذا الشكل بدي اياه تعطيني هون اكتيفيشن كود فايش انت بصير تبعت له الاكتيفيشن كود يعني بتيجي تحكي له مثلا هون هاش بعت له الهاش بعتها لصفحه اسمها مثلا activator.php هاش is equal to this بس هو ما يصير واخد الهاش على الاكتيفيتر دوت بي اتش بي بصير انت تقارن هل الاكتيفيتر صح من الداتا بيس تيبل اذا تيبل صح اعمل له اكتيفيت كيف جنرالي بيعمل اكتيفيشن في الايميلز بهي الطريقه فهي هي هاو تو سند ان اتش تي ام ال ايميل باستخدام الويب سيرفر